العمر بالنسبة لهم كان لحظة واتسرق منهم بسرعة ومحسوش بيه، منهم اللي ساب عيلة وولاد ومنهم اللي ما اتجوزش أو خلف. تعالوا نشوف فنانين انتهت رحلتهم بسرعة ورحلوا عن الحياة. الضيف أحمد. أنا ليه؟ أنا إزاي؟ أنا إمتى؟ أنا مالي؟ الحمد لله على السلامة. الضيف أحمد الفنان الكوميدي، وهو واحد من فرقة ثلاثي أضواء المسرح اللي بتضم معاه جورج سيدهم وسمير غانم، وهو من مواليد سنة 1936 وتوفى يوم 16 إبريل سنة 1970 عن عمر يناهز 34 سنة بس، وكان رحيله مفاجئ بسبب أزمة قلبية. نعيم عاكف. شاب الأسمر جنني يا عيوني، سلب لي عقلي مني. الله الله. نعيم عاكف الفنانة المصرية اللي هي نجمة من نجمات الزمن الجميل، فنانة استعراضية اشتهرت بخفة دمها، رحلت عن عمر يناهز 39 سنة بعد تعرضها لمشاكل صحية، وسابت ابنها الصغير واللي كان عمره سنتين وتوفى بعدها بكام شهر. عماد عبد الحليم. أنا جرح ويأس وقلب حزين، أنا مين؟ صاحب صوت مميز اكتشفه الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، اتنبأ ليه بمستقبل كبير وتبناه فنيا، لكن للأسف رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 36 سنة، وتقال وقتها إن سبب الوفاة ناتج عن تعاطيه جرعة زايدة من مواد ممنوعة. هالة فؤاد. هالة فؤاد الفنانة المصرية المعتزلة، وهي من مواليد 26 مارس سنة 1956، وهي كانت زوجة الفنان الراحل أحمد زكي وخلفت منه ابنها هيثم، وبعد الانفصال اتجوزت من رجل الأعمال وخلفت ابنها التاني، وبعدها مباشرة اتعرضت لمشاكل صحية كبيرة ورحلت عن عالمنا يوم 10 مايو سنة 1993 وكان عمرها 35 سنة. عامر منيب. عامر منيب المطرب الشهير، وهو حفيد الفنانة ماري منيب، وكان صاحب صوت مميز جدا، اتوفى عن عمر يناهز 48 سنة بعد مشاكل صحية في القولون، وكان عنده 3 بنات صغيرين وقتها. الفنانة ذكرى. الله غالب أنا أحبك والله غالب. ذكرى الفنانة التونسية الشهيرة واللي كانت صاحبة صوت قوي جدا، اتوفت على ايد جوزها المصري اللي أنهى حياتها، وكان رجل الأعمال أيمن السويدي، وكانت جريمة كبيرة وهزت الرأي العام، ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 37 سنة، وبعد ما أنهى حياتها زوجها أيمن السويدي أنهى حياته في واحدة من أصعب جرائم الوسط الفني. علاء ولي الدين الفنان الكوميدي صاحب الفكاهة. رجيم وبتاع بس اللي هي الظهرية، واخد بالك؟ الفجر خد بقى مية اتفرج على الفرخة من بعيد. اسمه بالكامل علاء سمير سيد ولي الدين، وهو من مواليد 28 سبتمبر سنة 1963، ورحل عن عالمنا يوم 11 فبراير سنة 2003 عن عمر يناهز 39 سنة، وده نتيجة أزمة سكر حادة، ووافق اليوم ده أول أيام عيد الأضحى المبارك. ميرنا المهندس. أول بنزل لو أنا بشتغل وشغلي راح الفاضي بسبب حاجات فنية وكده هتضايق طبعا. الفنانة المصرية ميرنا المهندس، وهي من مواليد 1 أكتوبر سنة 1978، بدأت مشوارها الفني في سن صغير لحد ما توقفت عن العمل بسبب إصابتها بمشاكل صحية، وبعد ما تعالجت رجعت للفن تاني سنة 2009، ولكنها توقفت مرة تانية لإجراء عملية جراحية بمركز طبي عالمي اللي توفت على أثرها يوم 5 أغسطس سنة 2015 عن عمر يناهز 37 سنة. عمرو سمير. مش عارف أنا مؤهل إن أنا أحكي الصراحة ولا لأ. عمرو سمير اللي كان واحد من المذيعين الشباب وفنان لعب أدوار سينمائية وتلفزيونية، اتوفى وهو عمره 33 سنة نتيجة سكتة قلبية سنة 2017. قولولنا فاكرين أدوار إيه لكل الفنانين اللي ذكرناهم، وقولولنا مين أكتر فنان كنتوا بتحبوه، وشاركونا بأراءكم في الكومنتات.